بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزيرسيس مات كو. اليوم غنشوفوا واحد ليكزامان ديال الميكانيك دو بوين صافي ديال الاف اس اس ام ديال مراكش يعني 2008 2009 راه تلقاوه في صندوق الوصف. فيه جوج ديال التمارين هاد ليكزامان هذا. التمرين الاول ما عنديروش حيت درت بحالو يعني طابق عليه بدلو هنا غير المعطيات اكس ا واي ا واكس واي وزاد هادشي اللي تبدل شنا يعني التمرين الاول بغيتي تحلو خصك تكون شير التمرين الاول اللي شنا في الشونجمون دي ريفيرونسيال. اول تمرين درت في الشونجمون دي ريفيرونسيال منطابق مع هذا صافي كيتشابه هو هذا. اذا يعني التمرين الاول ما عنديروش غندوزو للتمرين الثاني. التمرين الثاني اللي فيه ار 1 ار 2 ار 3 يعني ثلاثه ديال لي روبير. بالنسبه للتمرين الثاني قال لك سوايون ار اول غوبير طاو علينا هو سميتو ار اللي عنده او اي جي كا صافي. بالنسبه لار قال لك باللي راه فيكس صافي ار اللي عنده او اي جي كا وقال لك باللي راه فيكس صافي. هاد ار هو هذا يعني او ها المركز ديالو او ها اي هي اللي ماشيه هنا جي هي اللي طالعه صافي وكا راه هي داخل صافي مزيان. وهذا قال لك فيكس قال لك بلي هاد ا هو اللي فيكس حيت خشنا بلي كاينه الغوبير غابسولي هو اللي فيكس وكاينه الغوبير غولاتيف اللي هو يعني الريفيرونسيال غولاتيف اللي هو موبيل. وقال لك عاوتاني اي ار 1 اللي عنده او 1 ار 1 اللي المركز ديالو هو او 1 هانتي عطانا ار 1 اللي المركز ديالو هو او 1 وعندو اي 1 و جي 1 بحيث ان اي 1 و جي 1 كيساوي لينا اي و جي يعني اي و جي وحتى هكا يعني نبدل غير في المركز. هذا قال لك باللي راه موبيل مزيان. اي تيلكو شنو عطانا؟ عطانا في ديال او 1 بارابور ار اش كتساوي لنا الفيتيس ديال او 1 ديال هذا المركز بالنسبه للمعلم ار ما هي الا ا تي فوا جي 1. حنا قلنا بلي جي ا راه هي نفسها جي صافي جي ا ها هي جي ا هي رسمها لنا في الشكل هي اللي مشاه هنا و اي ا هي اللي طالعه هنا صافي مزيان. اذا في ديالت او 1 بالنسبه للمعلم ار ما هي الا ا تي في جي ا مزيان. قال لك او هاد ا هذا راه واحد الكونستون بوزيتيف صافي بالنسبه ل ا كونستون بوزيتيف. قال لك عاوتاني سوايون ار 2 عطانا ار 2 اللي المركز ديالو هو او 1 وعندو اوغو اوفي اوكا صافي اوكا. هاد الغوبير ار 2 قالك دوزيام ريفيرونسييل لي اون بارتيكول موبيل ام بوين ماتيريال اي تيلك عطانا او 1 او 1 ام او 1 ام ما هي الا واحد ال فوا اوغو صافي. ال قال لك باللي هي واحد كونستون بوزيتيف وقال لك باللي الزاويه اللي كاينه ما بين هاد اي 1 وما بين هاد اوغو راه ما هي الا في صافي. قال لك الزاويه اللي ما بين اي واوغو راه ما هي الا في صافي. يعني الزاويه اللي ما بين اي 1 قلنا باللي اي 1 راه هو اي صافي اي 1 راه هو اي مزيان. اذا دابا بالنسبه لهنا يعني وعطانا صافي هادشي اللي عطانا. قال لك تو لي كوندور فيكتوريال دوفون اي اكسبريمي دو لا باز اورو يعني جميع داكشي اللي غنجبدو غنجبدو غير فهاد لا باز اورو او فيوكا. بالنسبه ل ا قال لك كونسيديري ار او اي جي كا كوم ريفيرونسييل ابسولي اي ار 1 كوم ريفيرونسييل غولاتيف. يعني دابا فهاد ا الريفيرونسييل ابسولي غيكون هو ار والريفيرونسييل غولاتيف غيكون هو ار 1 صافي. اذا بالنسبه ل ا غادي نبداو ا حيت فيه ا و بي. اذا في السؤال الاول قال لك كيلي لا ناتور دو تراجيكتوار دو ام دون ار 1 صافي. شنو هي لا ناتور ديال داك تراجيكتوار ديال بوان ام دون ار 1 باش نعرفوا لا ناتور ديال داك تراجيكتوار اش غادي نديرو؟ شنو عندنا حنا يعني لا ناتور ديال تراجيكتوار ديال داك البوان ام بارابور ا ار 1. حنا عندنا او 1 ام ياك ها هي او 1 ام اش كتساوي لينا؟ هي ال في اورو. هاد اورو راه واحد الفيكتور انيتير يعني بالنسبه
لا درت الموديل ديال او 1 ام حيت حنا عندنا الفيكتور ديال بوزيسيون ديال داك البوان ام بالنسبه للمعلم او 1 عطاها لنا في المعطيات. حنا قال لك شنو هي الحركه اللي كدير داك البوان ام يعني بالنسبه لذاك المعلم او 1 بالنسبه للمعلم ار 1. حنا عندنا المركز ديالو يعني عندنا الفيكتور دو بوزيسيون. اجي نحسبوا له الماندام. الماندام ديالو اش كيساوي لينا؟ هو الماندام ديال ال قالنا بلي هي كونستون بوزيتيف يعني الماندام ديال راه هي نفسها. الماندام ديال او واحد الفيكتور يونيتير الماندام ديالو هو واحد. اذا شنو كتبقى لينا هي ال. اذا عندنا المسافه او ان ام حيت هاد الماندام او ديال المتجهه او ان ام ما هو الا المسافه او ان ام اش كتساوي لينا؟ ال. ال ما هي الا واحد الكونستون بوزيتيف. اذا داك البوان ام بالنسبه لاصل المعلم ديال ار ان يعني لا اعتبرنا الاصل داك او ان هو هذا فالبوان ام راه هي دائما كتحرك بنفس المسافه علاش؟ على الاصل ديال هذا المعلم ار ان يعني بنفس المسافه اللي هي ال. يعني شنو غتكون لينا اللي كتحرك بنفس المسافه؟ تكون لينا دائره صافي حيت كنعرفوا الدائره هي اللي الغيون ديالها كيبقى يعني الا حطيتي اي نقطه في الدائره راه كتبعد على المركز بنفس المسافه صافي. اذا كي داير التراجيكتوار ديال البوان ان بالنسبه للار ان راه عباره عن واحد السيركل صافي راه عباره على واحد السيركل عباره على واحد الدائره صافي كيدير واحد الحركه دورانيه. علاش؟ حيت المسافه او ان ام راه كونستون صافي دائما كتبقى كونستون واخا تغير داك ام فيما كانت كتبقى المسافه او ان ام راه كونستون. اذا هذا بالنسبه للسؤال الاول. اجي ندوزو للسؤال الثاني اللي قال لك ديتيرميني ليكسبريسيون دو فيكتور روتاسيون. دابا نشوفو الفيكتور روتاسيون كيفاش غنجبدو. الفيكتور روتاسيون شنو هو؟ هو الفيكتور روتاسيون ديال ار ان بارابور ا ار. كيفاش كنديرو نجبدو هاد الفيكتور روتاسيون؟ كنعرفو ديك العلاقه ديال بور شنو كتقول لينا؟ كتقول لك بلي دي دو اي سوغ تي تي حيت ان اي هو واحد الفيكتور بارابور واحد لوبير ار ما هي الا دي دو اي سوغ تي تي بارابور واحد لوبير ار ان زائد شنو؟ داك الفيكتور دو روتاسيون ديالاش ديال هاد ار ان بارابور ار ديال ار ان بارابور ار فيكتوريال شنو؟ داك الفيكتور اللي كان عندي في الاول اللي هو اي. غنطبق هاد العلاقة غنمشي مثلا حيت انا شنو خصني الفيكتور دو روتاسيون ديال ار ان بارابور ار يعني غنمشي نشوف شي فيكتور يونيتير ديال ار ان وغنطبق عليه هاد الغولاسيون دو بور. اذا حنايا بالنسبة لار ان شنو فيه؟ فيه او ان وفيه اي اللي هي نفسها اي ان وفيه جي اللي هي نفسها جي ان وفيه كا اللي هي نفسها كا ديال لوبير ار. حنا غنمشيو مثلا نطبقو غير على اي ان ولا على جي ان اللي طبقت عليه هو هذاك يعني دي ديال اي ان سوغ دي تي بارابوغ ار شنو هي؟ راه هي دي ديال اي ان سوغ دي تي بارابوغ ار ان زائد شنو داك الفيكتور دو روتاسيون ديال ار ان بارابوغ ار فيكتوريال شنو؟ هاد الفيكتور اللي هو اي ان. مزيان. بالنسبة لهاد اي ان راه هي نفسها اي صافي اي ان هي نفسها اي. اذا بالنسبة لدي يعني بما ان اي ان هي اي اذا داك اي حنا راه عندنا كتنتمي لغوبير ار راه هي ار او اي جي كا يعني راه اي كاينه في ار يعني راه فيكس بالنسبه ليلو يعني الاشتقاق ديالها شحال هو؟ هو زيرو صافي يعني الاشتقاق ديالها هو زيرو. وبالنسبه للدي ديال اي ان سوغ دي تي بارابوغ ار ان ار ان راه داك اي ان كتنتمي لار ان. علاش؟ حيت داك اي ان هي نفسها اي و اي راه كتنتمي لار ان يعني الاشتقاق ديالها بالنسبه لار ان شحال هو؟ راه هو زيرو حيت هي فيكس بالنسبه ليه. اذا شنو بقى لينا؟ بقى لينا الفيكتور دو روتاسيون فيكتوريال اي ان اش كيساوي لينا؟ زيرو فيكتور. يعني هنا الفيكتور دو روتاسيون دو ار ان بارابور ا ار هنا فيكتوريال اي ان اش كيساوي لينا؟ راه هو زيرو فيكتوريال. زيرو فيكتوريال شنو هو؟ ممكن ندير زيرو فيكتوريال هو زيرو فيكتور يعني الفيكتور زيرو شنو؟ فيكتوريال واحد المتجهه حيت متجهه فيكتوريال زيرو شحال هي؟ هي زيرو. يعني الا هذيك المتجهه نختارها هي اي ان. دابا لاحظ معايا عندي في هذا الطرف فيكتوريال اي ان فيكتوريال اي ان يعني داكشي اللي هنا كيساوي داكشي اللي هنا يعني بالنسبه لفيكتور دو روتاسيون دو ار ان بارابور ا ار راه ما هو الا زيرو صافي راه ما هو الا زيرو فيكتور. كتبوها هنا حتى نبقاو نحتاجوها. الفيكتور دو روتاسيون دو ار ان بارابور ا ار راه ما هو الا زيرو احنا جبدناه وراه منطقيه. علاش؟ حيت داك لي فيكتور يونيتير ديال ار و ار ان هما نفسهم صافي هما نفسهم. يعني اش كيعني هادشي؟ انه يعني
تايلا دار داك ار اه يدور يعني تالا دار هو اصلا داك ار فيكس يعني تالا دار شي حركه يدور معاه يعني ديك الفيكتور يونيتار كيبقاو نفسهم صافي مطابقين مع بعضياتهم وهكا كيفاش عتبر انا عليها. دابا نجي ندوزو للاسئله المواليه نشوفو شنو قالوا لينا. اذا دابا وصلنا للسؤال الثالث اللي قال لك ديتيرميني ليكسبريسيون دو لا فيتيس رولاتيف في دو ام دون ار 1 اي لا فيتيس دونترينمون في دونترينمون اون دو دوير لا فيتيس ابسولي. اذا نجيو بعدا نجبدو داك لا فيتيس رولاتيف الثلاثه جبتو الفيتيس رولاتيف اللي هي في دو ام بارابور ا ار 1. شنو هي في دو ام بارابور ا ار 1؟ فما هي الا دي. شنو هو الاصل ديال هذا المعلم ار 1؟ الاصل المعلم ار 1 راه ما هو الا او 1 يعني دي ديال او 1 البوان اللي عندي هنا هي ام دي ديال او 1 ام سور دي تي وهنا بارابور شنو ار 1 مزيان. اذا انا داك او 1 ام ها هي عندي او 1 ام ما هي الا ال في اورو صافي. او 1 ام راه هي عندي ما هي الا ال في اورو هو شنو عطاني دي ديال اش ديال ام بارابور ار ما علينا. المهم او 1 ام ها هي ما هي الا ال في او. اذا نجيو دابا نطبقوا هذا البلان هذا يعني اش كتساوي لي هذه ما هي الا دي سور دي تي بالنسبه لاو 1 ام راه ما هي الا ال في او. هو اصلا قال لك خرج لي هذا الشيء كامل بدلاله اورو اوفي اوكا صافي هو راه قال لك تما كتب لك بالاحمر صافي. دابا هنا في دو ام دون ار 1 اش كتساوي لي بالنسبه ل ال كونستون بوزيتيف غادي تخرج يبقى لي دي ديال اش ديال او او سور تي تي بارابور ا ار 1. ار 1 شنو هو؟ ار 1 راه البلان ديالو بحال واحد روبير كارتيزيان. لاحظ معايا ار 1 على المركز اللي مبدل انت اي 1 جي 1 كا صافي اي 1 جي 1 وكا حيت ان اي 1 هي اي جي 1 هي جي وكا راه هي كا صافي مزيان. وهنا دي ديال او او سور دي تي بارابور ا ار 1 ما خصكش تضيع فيها الوقت. علاش؟ حيت شناها في الكور شنو هي؟ هي في بوان فوا او في صافي راه شناها في الكور دي ديال او او سور دي تي بارابور ا ار 1 رجع غير لي كوردوني سيلندر خصك تبقى عاقل عليه حيت كتحط بزاف. دي ديال او او سور دي تي بارابور روبير كارتيزيان ما هي الا في بوان او في. وبالنسبه لدي ديال او في سور دي تي بارابور روبير كارتيزيان راه ما هي الا ناقص في بوان فوا اورو صافي. اذا دابا هنايا غادي نعوض هادي باش نعوضها بفي بوان فوا او في. اذا بالنسبه لفي دو ام دون ار 1 راه ما هي الا ال دي ديال اورو سو دي تي بارابور ار 1 راه ما هي الا في بوان في نكتبها مزيان في بوان فوا او في صافي. اذا هذا هو هادي شنو هي؟ هادي هي الفيتيس غولاتيف. اذا الفيتيس غولاتيف راه ما هي الا ال في بوان فوا او في. غادي نكتبها هنا غير على حساب المساحه صافي باش ندوزو للسؤال الموالي حيت راه هادشي كيطلب كتابه بزاف. اذا غادي نكتبوها هنا باش تبقى لينا. اذا شنو هي الفيتيس غولاتيف بالنسبه لثلاثه؟ الفيتيس غولاتيف ولا في دو ام بارابور ا ار 1 راه هي نفس الفيتيس غولاتيف راه لقيناها هي ال في بوان فوا او في صافي. في بوان كتبوها مزيان باش ما تلفناش من بعد في بوان فوا او في. اذا دابا جي نمسحو هادشي وندوزو لاش الفيتيس دونترينمون. بالنسبه للفيتيس دونترينمون خصك تكون عارف العلاقه ديالها. الفيتيس دونترينمون دو ام شنو كتساوي لينا؟ انا راه حط حدايا هنا الملخص راه ما هي الا الفيكتور دو روتاسيون دو حنا خدامين على ار 1 شكون هو الغوبير ابسولي حيت خصك ترجع للعلاقه تكون ضابطه ملاحظ حداك الملخص. بالنسبه للغوبير غولاتيف شنو هو؟ ار 1 بارابور لغوبير ابسولي. هنا فيكتوريال شنو هو الاصل ديال هاد ار 1؟ راه هو او ام صافي. وتما عندي بلوس في ديال اش ديال او 1 بارابور ار صافي. في ديال او 1 بارابور ا ار. شنو قلنا على الفيكتور دو روتاسيون؟ شحال هو الفيكتور دو روتاسيون؟ شنا في السؤال السابق هو زيرو فيكتوريال يعني هادي زيرو. اذا شنو بقات ليا الفيتيس دونترينمون ديال ام
راه ما هي الا يعني هذا 0 فيكتوريال او 1 ام راه هي 0 شنو بقات ما هي الا في ديال او 1 بارابور ا ار في ديال او 1 بارابور ا ار لاحظ معايا بلي عطاها لينا في التمرين ها هي في ديال او 1 بارابور ا ار ما هي الا ا تي فوا جي 1 اذا ما هي الا ا تي فوا جي 1 علاش خصني نلاحظ انايا انه راه كتب ليا بالحمار تما بلي خصني اي حاجه نخرجها نخرجها بدلاله شنو بدلاله اورو او في او كا صافي يعني ما خصنيش نخرجها بدلاله جي 1 ديال في تي سي اذا خصني نلقى جي 1 بدلاله اورو او في او كا فين جات جي 1 لاحظ معايا بلي جي 1 هي هذه هاد اللي هابطه لهنا لتحت شنو هي راه ما هي الا او في وهاد اللي طالعه الفوق شنو هي هي او الا بغيت نرسمها هكا هاد اورو اللي طالعه بحال هكا انا غادي نوقف هنا حيت راه هما متعامدين هادي هي اورو هاد اوفي اللي هابطه راه متعامده كاينه زاويه قائمه هنايا ها هي متعامده هادي هي اوفي شنو دايزه بيناتهم لاحظ معايا بلي دايزه بيناتهم جي 1 ها هي جي 1 صافي بالنسبه للزاويه ما بين اي 1 و اورو صافي الزاويه ما بين اي 1 و اورو شنو هي هي في اذا الزاويه اللي غتكون ما بين جي 1 و او حيت هما متعامدين كاملين متعامدين يعني الزاويه اللي كانت الزاويه ما بين اي 1 و اورو هي في اذا حتى الزاويه ما بين جي 1 و او في راه تكون هي في اذا الزاويه اللي كاينه ما بين جي 1 و او في راه ما هي الا في فين هي او في ها او في يعني الزاويه اللي بيناتهم هنا شنو هي راه ما هي الا في صافي راه ما هي الا في اذا هنا خصني نخرج جي 1 بالنسبه للجي 1 اش كتساوي ليا هنا هادو كاملين فيكتور يونيتار غير المنظم ديالهم واحد هنا غتكون شي حاجه يعني شي حاجه مضروبه في اش في اوفي ها انت ها اوفي شنو هي ديك الحاجه اللي غتكون مضروبه في اوفي شنو كيمثل هذا المستقيم هذا بالنسبه للزاويه محادي اذا الكوسينوس ديال هذه الزاويه اذا الكوسينوس ديال في اوفي زائد اش زائد حيت هي راه جات ما بين اوفي واورو اذا راه تكون بدلاله اوفي واورو هنا هادشي اللي كاين هنا شنو هو هو المقابل للزاويه يعني زائد سين زائد سين ديال في زائد سين ديال في مضروبه في اش شنو هو الفيكتور اللي طالع هنا راه ما هو الا اورو يعني زائد سين ديال في في اورو هادشي راه جبدناه فاش هادشي راه جبدناه بالنسبه ل يعني الكوردوني سيلندريك يعني الكوردوني سيلندريك اون فونكسيون ديال لي كوردوني كارتيزيان اذا حنا خرجنا جي 1 غنجي نعوضها هنا صافي غنجي نعوضوا جي 1 هنا شوفوا واش غادي تعطينا اذا بالنسبه للجي 1 غنعوضها هنا اش غتولي ليا الفيتيس دونترينمون راه ما هي الا ا تي جي 1 شنو هي جي 1 راه ما هي الا الكوسينوس ديال في او في زائد سين ديال في في اورو صافي اذا هذه هي الفيتيس دونترينمون اذا بالنسبه لهنا الفيتيس دونترينمون ديال البوان ام الى نشرت شنو غتعطيني ا تي في الكوسينوس في في او في يعني هي ا تي كوسينوس في او في ا تي في سينوس في اورو راه ما هي الا ا تي سينوس في اورو صافي اذا حنا خرجنا هاد الفيتيس دونترينمون اون فونكسيون ديالاش ديال اورو او او في اجي نكتبوها هنا باش نخرجوا له دابا الفيتيس ابسولي حيت طلب مني هنا قال لي جبت حتى الفيتيس ياك فين هي ها هي الثالث قال لك اون دودوي غلا فيتيس ابسولي في الاخر قال لك جبد لي لا فيتيس ابسولي شنو هي لا فيتيس ابسولي ما هي الا لا فيتيس دونترينمون زائد الفيتيس غولاتيف صافي اذا بالنسبه للفيتيس ابسولي راه ما هي الا الجمع ديالهم بجوج حنا غادي نكتبوا هادو هنا ونكتبوها هي شحال كتساوي اذا بالنسبه للفيتيس غولاتيف ولا نكتبوا الفيتيس دونترينمون هنا الفيتيس دونترينمون ديال البوان ام راه ما هي الا ا تي فوا كوسينوس في او في زائد ا تي سين ديال في اورو مزيان اذا بالنسبه قلنا الفيتيس ابسولي ما هي الا الجمع ديالهم جوج تنبغينا دابا الفيتيس ابسولي الفيتيس ابسولي ولا نقولو في دو ام دون ار شنو هي ما هي الا الفيتيس دونترينمون بلس الفيتيس غولاتيف هاد الفيتيس غولاتيف هي في دو ام دون ار 1
اذا بالنسبه هنا في دو ام دون ار شنو هي؟ هنا لاحظ معايا عندي اوفي وهنا عندي اوفي، يعني نعملوا باوفي. هنا مين عملت باوفي شنو بقات؟ بقات ال فاش في بوان، وهنا مين عملت باوفي شنو بقات؟ بقات ا تي في كوسينوس ديالاش، بقات ا تي في كوسينوس في. هادي فاش في اوفي، زائد هنا بقات لي شي حاجه في اوغول اللي هي ا تي سين ديال تفي فاش في او. شوف هاد السير واش كيبان لكم مزيان. يمكن عادي صافي، يمكن عادي. انا نحاول نكتب حتى بالكحل. شوف داك الكحل مزيان صافي، حنا نبقاو نكتبو حتى بالكحل باش يبان هادشي مزيان. اذا هنايا شوف هذا واش كيكتب. اذا هذه هي الفيتيس ابسولي بالنسبه للتمرين 3 صافي. التمرين 3 هي ديال الفيتيس ابسولي. دابا نشوفو شنو ربعة قال لك كيلي لا ناتور دو موفمون دو ار ان بارابور ا ار صافي. بارابور شنو؟ ا ار. كي دايره لا ناتور ديال الموفمون ديال ار ان بارابور ا ار. اذا هنايا بالنسبة لربعة كي دايره لا ناتور ديال الموفمون، لاحظ معايا ديال ار ان بارابور ا ار، لاحظ معايا بلي عندنا هاد، لاحظ معايا بلي هاد شنو كنقولوا ليها، بلي هاد الفيكتور دو روتاسيون شحال كيساوي لينا؟ زيرو، يعني ما كايناش روتاسيون. اذا راه كاينه ترونسلاسيون بالنسبه للفيكتور دو روتاسيون دو ار ان بارابور ا ار شنو كيساوي؟ زيرو. اذا شنو؟ اذا هنا راه ما كايناش روتاسيون، اذا راه كاينه ازاحه، ما كايناش دوران، اذا كاينه ازاحه ترونسلاسيون صافي. ثاني حاجه بالنسبه للفيتيس ديال داك الفيكتور دو بوزيسيون اللي هو او ام صافي، الفيكتور دو بوزيسيون. ولا نشوفو بالنسبه لهنا، هذا السؤال 4 ياك. السؤال 4 قال كيلي لا ناتور بالنسبه لهنا، شنو يمكننا نقولو دابا؟ عاوتاني عندنا فيكتور دو روتاسيون، ومين مثلا نجيبو شي سينتاج سينتاج دابا هنا بالنسبه للفيتيس ديال المركز ديالو. لاحظ معايا الفيتيس ديال المركز ديال هذا المعلم هذا صافي، الفيتيس ديال المركز ديالو. لاحظ معايا بلي الفيتيس ديال المركز ديال او ديال ار ان اللي هي او ان بارابور ا ار اش كتساوي لينا؟ هي ا تي فوا جي ان صافي. اذا هنايا بالنسبه لاحظ معايا بلي الفيتيس يعني ماشي غير على جي هو صافي، يعني راه كيبقى ماشي غير على جي، يعني راه ما كيطلعش شويه هو صافي، يعني كاين واحد الازاحه مستقيميه ترونسلاسيون ريكتيلين صافي، كاين واحد الازاحه مستقيميه. اذا هنايا بما ان الفيتيس ديالو راه ماشي على جي، الفيكتور دو بوزيسيون تاعو يكون ماشي على جي لانتيغرال، اذا هنايا شنو؟ كاين واحد ترونسلاسيون ريكتيلين. اذا بالنسبه هو شنو قال لي؟ قال لك كيلي لا ناتور دو موفمون دو اف ان بارابور ا ار، غتقول له بلي داك الموفمون راه عباره عن واحد ترونسلاسيون ريكتيلي صافي، عباره عن واحد ترونسلاسيون ريكتيلي. اجي دابا ندوزو الخمسه اللي قال لك ديتيرميني ليكسبريسيون دي فيكتور اكسيليراسيون غولاتيف دونترينمون دو كوريوليس، وقال لك اون دودوير لاكسيليراسيون ابسولي. من بعد نجبدو لاكسيليراسيون ابسولي. اذا بالنسبه لهاد لي فيتيس خصنا نخليوهم، واكثريه خصني نخليه غير الفيتيس دونترينمون ولا الفيتيس غولاتيف، حيت لا بغيت لاكسيليراسيون غولاتيف ما تكون الا ديريفي ديال الفيتيس غولاتيف صافي. اذا بالنسبه ليا هنا نبدا خمسة، شنو غنجبدو؟ لاكسيليراسيون غولاتيف اللي هي ا دو ام دون ار ان صافي، حيت غولاتيف بارابور ديك الغوبير ار ان. شنو هي؟ ما هي الا دي دو في دو ام دون ار ان سور دي تي، وهنا بارابور ا ار ان صافي. اذا بالنسبه لهنا لاكسيليراسيون ا دو ام دون ار ان شحال تساوي ليا؟ ديريفي ديال الفيتيس، شنو هي الفيتيس؟ راه هي ال فرو ولا في بوان في اوفي صافي. ال كونستون غتخرج، غيبقى لي دي سور دي تي ديالاش
ديالت في بوان فوا او في هنا بارابور ا ار1 صافي هاد هاد او في واش هي في ار1 لا او في راه كاينه في ار2 يعني هنا غنديروا لا الشقاق ما يكونش الشقاق ديالها زيرو يعني راه ما فيكس بالنسبه لي له اذا هنايا يكون الشقاق ديالت ضرب دالتين يعني بالنسبه ل ا دو ام دون ار1 راه ما يكون كيساوي ليا الا ال هنا غندير في الاول يعني هنا نفتح القوس في الاول عندي الاشتقاق ديال في بوان ونضربو في اوفي شنو هو الاشتقاق في بوان الاشتقاق ديال الاشتقاق هو الاشتقاق الثاني يعني في دو بوان نضربها في اوفي ياك وبالنسبه للثانيه في بوان ها هي صافي بالنسبه في بوان ها هي وعندي الاشتقاق لايش الاوفي شنو هو الاشتقاق ديال اوفي قلنا هو ناقص في بوان يعني ناقص في بوان صافي فاش في اورو صافي دي ديالت اورو دي ديالت اوفي سوغ دي تي بارابور ا ار1 شنو هي الشقاق ديالها بالنسبه لار1 اللي هو عباره على واحد الغوبير كارتيزيان يعني المعلم بدل راه ما هو الا ناقص في بوان في او ها هي ناقص في بوان في او في بوان في بوان شحال هي في بوان او كار اذا بالنسبه ل ا دو ام دون ار1 اش كتساوي ليا هنا عادي تنشر ال في دو بوان في اوفي صافي وهنا ناقص في بوان في بوان يا في بوان او كاري مع ال اللي هنا هي ال في بوان او كاري وهنا فاش في او صافي اذا هذه شنو هي هذه هي لاكسيليراسيون غولاتيف صافي حنا لقينا لاكسيليراسيون غولاتيف هاد الفيتيس دونترينمون مابقاش محتاجه حتى الفيتيس غولاتيف هنا ممكن نمسحها نشوف واش نحتاجها في شي اكسبريسيون تما حيت ما عارفش نحتاجو في دو ام دون ار1 في V2 N دون R1 مازال غادي نحتاجو إذا نخليوه نكتب غير لاكسيليراسيون غولاتيف هنا A دو M دون R1 اش كتساوي ليا هي L في دو بوان أو في ناقص L في بوان أو كاري فاش أو وهنا غادي نمسح هادشي فاش ندوزو دابا نشوفو اما لاكسيليراسيون دونترينمون ولا لاكسيليراسيون دو كوريوليس مثلا نشوفو لاكسيليراسيون دو كوريوليس لاكسيليراسيون دو كوريوليس ديال البوان ام اش كتساوي لينا لاكسيليراسيون دو كوريوليس شناها في الكور هي جوج الفيكتور دو روتاسيون دو ار1 بارابور ا ار فيكتوريال الفيتيس ديال البوان ام بارابور ا R1 هي هاد الفيتيس غولاتيف صافي نشوف نتاكد انا من داك الاكسبريسيون حيت عندي الملخص هنا اذا هي هادي هنا لاحظ معايا بلي الفيكتور دو غوطاسيون دو R1 بارابور R شحال هو زيرو اذا هادي زيرو زيرو فيكتور هي شي حاجة هي زيرو اذا بالنسبة لاكسيليراسيون دو كوريوليس ديال M راه ما هي الا زيرو صافي هنا فين نوصلو مزيان راه ما هي الا زيرو صافي ما هي الا زيرو اذا بالنسبه لاكسيليراسيون دو كوريوليس راه ما هي الا زيرو اجيو دابا نشوفو لاكسيليراسيون دونترينمون هي اللي طويله شويه عندي ليكسبريسيون ديالها من هنا لاكسيليراسيون دونترينمون لاكسيليراسيون دونترينمون لاكسيليراسيون دونترينمون ديال البوان ان راه ما هي الا شنو ما هي الا لاكسيليراسيون ديال اصل المعلم ار1 اللي هو او1 بارابور ا ار وهنا لوس الفيكتور دو روتاسيون ولكن بالشقاق ديال ار1 بارابور ا ار فيكتوريال شنو فيكتوريال الاصل المعلم ار1 اللي هو او1 ام وهنا زائد الفيكتور دو روتاسيون دو ار1 بارابور ا ار افتح القوس هنا هنا خصك دير فيكتوريال ضروري فيكتوريال الفيكتور دو روتاسيون دو ار1 بارابور ا ار فيكتوريال شنو فيكتوريال او1 ام اللي هو اصل المعلم ار1 حنا شنو كنعرفوا على الفيكتور دو روتاسيون زيرو اذا هادي زيرو وبالنسبه لهادي زيرو اذا هنايا هنا ا ديال او1 بارابور ا ار صافي اذا بالنسبه لهنا لاكسيليراسيون دونترينمون ديال البوان ام هادي زيرو يعني هادي كامله مشات لزيرو هادي زيرو هادي مشات لزيرو شنو بقات هي لاكسيليراسيون ديال او1 بارابور ا ار صافي هنا بالنسبه لاكسيليراسيون ديال او1 بارابور ا ار شنو هي راه هي الديريفي ديالاش ديال او1 صافي هي الديريفي ديال الفيتاس او1 بارابور ا ار صافي هي دي
ديال الفيتيس ديال او 1 بارابور ار سور دي تي بارابور ار. بالنسبه لهاد الفيتيس ديال او 1 بارابور ار شنو هي؟ هي ا تي في جي 1 صافي، هي ا تي في جي 1. بالنسبه للجي 1 واش كتنتمي لار ولا لا؟ جي 1 راه هي نفس الجي، اذا راه كتنتمي لار. اذا بالنسبه للديريفي ديالها هي غتخرج من الديريفي حتى هي فيكس. هنا لاكسيليراسيون دونترينمون شنو هي؟ بالنسبه للديريفي قلنا جي 1 غادي تخرج ا حتى هي كونستانت بوزيتيف غتخرج هنا ا جي 1. وبالنسبه للديريفي ديال تي غيبقى ليا الشقاق ديال تي. شنو هو الشقاق تي؟ هو واحد. اذا هذه هي لاكسيليراسيون دونترينمون، ولكن هو قال لك اون فونكسيون ديالاش، يعني تخرج لي داكشي اون فونكسيون ديالاش، ديال او او في او كا. اذا هذا الشيء خصك تحيده. جي خرجناها قبيله، يعني هنا ا عامل جي شنو كنا خرجناه؟ هي كوسينوس في او في زائد سينوس في او او. هذه شنو هي؟ هذه هي جي 1 خرجناها قبيله. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون دونترينمون ديال بوين ان شنو هي؟ عاد نشار هنا، هي ا كوسينوس ديال في او في، و ا عاد نشار هنا يعني زائد ا سين ديال في في او او صافي. اذا هذه هي لاكسيليراسيون دونترينمون، ها هو الاكسبرسيون ديالها. اذا جبدنا لاكسيليراسيون غولاتيف صافي، جبدنا لاكسيليراسيون دو كوريوليس، جبدنا لاكسيليراسيون دونترينمون. اخر حاجه غيطلبها منك هي هانتي، قال لك اون دو دوير لاكسيليراسيون ابسول. اذا خصنا نحطوا ليه لاكسيليراسيون ابسول. اش غنديروا؟ كيفاش غندير نحط انا لاكسيليراسيون ابسول؟ غندير المجموع ديال هادو كاملين صافي. الا بغيت نحط لاكسيليراسيون ابسول هي المجموع ديالهم كاملين، باش ما نمسحش هاد لاكسيليراسيون دو كوريوليس وهذا الشيء غنكتب غير هنا. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون دو ام دون ار اللي هي لاكسيليراسيون ابسولي، اش كتساوي لينا؟ هي لاكسيليراسيون غولاتيف اللي هي ا دو ام دون ار 1 زائد لاكسيليراسيون دو كوريوليس زائد لاكسيليراسيون ديالاش دونترينمون. بالنسبه لاكسيليراسيون دو كوريوليس شحال؟ زيرو. اذا هادو خصني نعوضو صافي. اذا لاكسيليراسيون دو كوريوليس زيرو، غنعوض داكشي اللي عندي. نخلي هنايا لاكسيليراسيون دونترينمون ولاكسيليراسيون غولاتيف راه اصلا عندي. اذا هنايا ا دو ام دون ار اش كتساوي ليا؟ شنو هي لاكسيليراسيون غولاتيف؟ راه هي هادي، هي ال في دو بوان او في ناقص ال في بوان او كاري او او زائد لاكسيليراسيون دو كوريوليس زيرو زائد لاكسيليراسيون دونترينمون. شنو هي لاكسيليراسيون دونترينمون؟ راهي يعني زائد ا كوسينوس في او في زائد ا سين ديال في او. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون ابسولي، لاكسيليراسيون ديال البوان ان بارابور ا شنو هي؟ هنا عندي او في او في، غادي نعمل هنا من عملت بوفي شنو بقات؟ بقات ال في دو بوان. هنا من عملت بوفي شنو بقات؟ بقات ا في كوسينوس ديالاش ديال في. هنا فاش نضرب هادشي اوفي مزيان. هنا من عملت نعمل باوغو عاوتاني، انت زائد عمل باوغو، من عملت هنا باوغو شنو بقات؟ بقات بالناقص. اذا نمشي اللي فيها زائد بعدا، هنا عملت باوغو شنو بقات؟ بقات ا سين ديال في. هنا من عملت باوغو شنو بقات؟ ناقص ال في بوان او كاري فاش في اوغو. هنا برا في اوغو نخليوها حتى برا. هادشي كامل معمل باش باوغو مزيان. اذا هادي شنو هي؟ هادي هي لاكسيليراسيون ابسولي، هي ال في في دو بوان زائد ا كوسينوس في، كلشي مضروب فاش او في، وهنا زائد ا سينوس ديال في ناقص ال في بوان او كاري فاش في او. اذا دابا سالينا بالنسبه لاربعه، هذا راه كان هو اربعه. غندوزو دابا لبي صافي، غندوزو لبي، ما بقالناش بزاف هاد التمرين هذا. غندوزو لبي، يعني غنمسح هادشي هذا كامل، يعني ما بقاتش محتاج لتا شي حاجه، غادي نمسحو هادشي.
نشوف هادشي واش كيبان. مزيان. اذا بالنسبه لدابا البي قال لك كونسيديري ار كوم ان ريفيرونسييل ابسولي و ار دو هو الريفيرونسييل غولاتيف. في الاول في ا خدمنا ب ار و ار 1 دابا نخدمو ب ار و ار 2 صافي. اذا دابا بالنسبه للسؤال الاول من الاحسن يكون الامتحان حداك صافي باش تفهمي علاش كندوز. اذا دابا ندوزو للبي. السؤال الاول شنو قال لك؟ قال لك دوني ليكسبريسيون دو فيكتور روتاسيون. فيكتور دو روتاسيون ديال اش ديال ار 2 بارابور ا ار 1 صافي. ومن بعد قال لك اون دودوير لو فيكتور روتاسيون. من بعد شنو نجبدو الفيكتور روتاسيون ديال ار 2 بارابور ا ار. الا جبت هذا ساهل. علاش الا جبت هذا ساهل؟ حيت عندي واحد العلاقه الفيكتور روتاسيون ديال ار 2 بارابور ا ار. الفيكتور روتاسيون ديال ار 2 بارابور ا ار ممكن ندخل هنا داك ار 1 صافي يولي هو الفيكتور روتاسيون ديال اش ديال ار 2 بارابور ا ار 1 زائد الفيكتور دو روتاسيون ديال اش ديال ار 1 بارابور ا ار. الفيكتور دو روتاسيون ديال ار 1 بارابور ا ار راه عندي وهذا غنجبدو صافي. كندير نجبد هذا بنفس الطريقة اللي كنجبدو بها دائما. إذا هنا غنجبد الفيكتور دو روتاسيون ديال اش ار 2 بارابور ا ار 1 ديك العلاقة دبور دي دو اي سوغ دي تي بارابور ا ار هي دي دو اي سوغ دي تي بارابور ا ار 1 زائد الفيكتور دو روتاسيون وغنبقاو ماشيين. هنا غادي نمشي نشوف شي فيكتور فين كينتمي. شي فيكتور كو كينتمي مثلا حيت هنايا بارابور ار 2 ياك باش يجي فيكتور دو روتاسيون ار 2. اذا نشوف شي فيكتور كينتمي ل ار 1 صافي. شي فيكتور ولا شي فيكتور من ار 2 ندير له ديريفي بارابور ار 1. شنو شي فيكتور من ار 2؟ ندي اما اورو ولا اوفي. مثلا ندي انا اللي بغيت عندي اورو انا. اذا دي ديال اورو سوغ تي تي بارابور شنو ار 1 اش كيساوي لي هذا؟ احنا عارفينه ما كينتميش لار 1. غنطبقوا ديك العلاقه ديال تبور ماشي هو دي ديال اش ديال هاد اورو سوغ تي تي بارابور ار 2 زائد داك الفيكتور دو روتاسيون ديال ار 2 بارابور ار 1 فيكتور ديال شنو؟ هاد الفيكتور اللي هو اورو. اذا دي ديال اورو سوغ دي تي بارابور ار 1. ار 1 قلنا بحال الروبير ولا بحال الروبير كارتيزيان. يعني الديريفي ديال اورو سوغ دي تي بارابور ار 1 راه ما هو الا في بوان فوا اوفي صافي. والديريفي الديريفي ديال اوفي راه ما هو الا ناقص في بوان فوا اورو. اذا هذا شحال هو؟ هذا راه ما هو الا في بوان شي كيتخربق ما هو الا في بوان فايش او في ديريفي ديال اورو ما هو الا في بوان في اوفي. هادشي اش كيساوي لي بالنسبه لهاد اورو هادي واش كتنتمي لار 2 ولا لا؟ لاحظ معايا ار 2 هو او ان اورو. اذا اورو كتنتمي ليه يعني الديريفي ديالها بالنسبه لي له شحال كيساوي؟ هو زيرو. اذا هادي زيرو. شنو بقات لي هنا؟ غير الفيكتور دو روتاسيون ديال اش ديال ار 2 بارابور ار 1 فيكتور ديال شنو؟ اورو. ايوا لاحظ معايا هنا باللي هنا عندي فيكتوريال اورو وهنا عندي شنو؟ عندي اوفي. انا شنو كنعرف بالنسبه ل ل ل البرودوي فيكتوريال؟ يعني عندي كيمشي بهذا الترتيب او رو اوفي اوكا. بهذا الترتيب كيمشي هو هكا كيمشي. يعني البرودوي فيكتوريال ما بين اورو و اوفي راه هو كا. البرودوي فيكتوريال ما بين كا و اورو راه ما هو الا اوفي. البرودوي فيكتوريال ما بين كا و اوفي راه ما هو الا ناقص اورو. يعني بهذا الترتيب انا بغيت نجبد هاد اورو هادي ولكن تجبد ليا اون فونكسيون ديال بغيت نجبد هاد اوفي اون فونكسيون ديال اورو. يعني برودوي فيكتوريال ولكن اون فونكسيون ديال اورو. باش هنا يولي البرودوي فيكتوريال ديال اورو هنا البرودوي فيكتوريال ديال اورو. داكشي اللي هنا غيكون كيساوي هاد الفيكتور دو روتاسيون. هنا لاحظ معايا بلي عندك ك فيكتوريال اورو شنو هي؟ هي اوفي. اذا بالنسبه لاوفي راه ما هو الا ك فيكتوريال شنو؟ اورو. غنجيو نعوضو اوفي باش بك فيكتوريال اورو. اذا هنايا في بوان فوا ك فيكتوريال شنو؟ اورو. اش كيساوي لي؟ هو الفيكتور دو روتاسيون ديال اش ديال ار 2 بارابور ا ار 1 وهنا فيكتوريال شنو؟ هاد اورو. مزيان. غادي نمسح هادشي هذا باش
مايبقاش مدبلكم هنا. ودابا هي المطابقة، هنا عندي فيكتوريا الاورو وهنا فيكتوريا الاورو، إذا داكشي اللي هنا هو نفسه داكشي اللي هنا. إذا بالنسبة لفيكتور دو روتاسيون ديال R2 بارابور R1 اش كيساوي لي؟ راه هو هو هادشي هذا، يعني هو في بوان فواك. إذا هكا كنكونو لقينا الفيكتور دو روتاسيون ديال R2 بارابور R1. غنكتبو هنا، نكتبو هنا الفوق، نخلي عندي الفيكتور دو روتاسيون ديال اش ديال R2 بارابور R1 ما هو إلا في بوان فواك. دابا نجبدو داك الفيكتور دو روتاسيون ديال اش، نخليو هادشي إلا بغيتو نتوما تشوفو. هادشي هنا كانت فيكتوريال أو. دابا نجبدو داك فيكتور دو روتاسيون، فيكتور دو روتاسيون ديال اش قلنا ديال R2 بارابور R، قلنا كندخلو بيناتهم R1، يعني هو الفيكتور دو روتاسيون ديال R2 بارابور R1 زائد الفيكتور دو روتاسيون ديال اش ديال R1 بارابور R، بحال داك البلان ديال علاقة الشاف. فيكتور دو روتاسيون ديال R1 هنا بارابور ا R. الفيكتور دو روتاسيون ديال R1 بارابور R شحال هو؟ زيرو. مزيان، الفيكتور دو روتاسيون ديال R2 بارابور R1 شحال هو؟ هو في بوان فواك. إذا الفيكتور دو روتاسيون ديال R2 بارابور R راه ما هو إلا في بوان فواك، وهذا هو اللي كيهمنا بزاف. صافي، حيت غنخدمو به في هاد الجزء من التمرين، وغنخلي عندي الفوق. إذا بالنسبة للسؤال الأول راه هو هذا. إذا بالنسبة لفيكتور دو روتاسيون ديال R2 بارابور R راه ما هو إلا في بوان فواك. نهبطها باش تبقى ليا ديك البوان باينة، حسن من بعد نصدق محيدة في بوان فواك. مزيان، حنا جبدناها السيلواش. إذا هذا بالنسبة للسؤال الأول. أجي ندوزو دابا للسؤال الثاني نشوفو شنو كيقول لينا. إذا السؤال الثاني، بالنسبة للسؤال الثاني شنو كيقول لينا السؤال الثاني؟ السؤال الثاني قال لك ديتيرميني ليكسبريسيون دو لا فيتيس غولاتيف في دو ام دون ار دو اي لا فيتيس دونترينمون في دو ام اون دو دوير لا فيتيس ابسولي. اذا بحال قبيله نطبق العلاقات ديالي وكلشي هو هذا. اذا دابا بالنسبه للجوج شنو نجبدو؟ الفيتيس غولاتيف اللي هي الفيتيس دو ام بارابور ار دو. الفيتيس دو ام بارابور ار دو هادي اش كتساوي ليا؟ في دو ام دون ار دو اش كتساوي ليا؟ هادي راه ماهي إلا دي سوغ دي تي ديال فيكتور دو بوزيسيون. شنو هو الفيكتور دو بوزيسيون هنا؟ كندي الأصل ديال إر دو، شنو هو الأصل ديال إر دو؟ راه هو نفسو أو أن. فاش؟ في داك البوان إم، وهنا بارابوغ شنو؟ هنا بارابوغ إر دو. صافي؟ بالنسبة لأو أن إم، فين هي أو أن إم؟ ها أو أن إم، راه هي إل في أورو. صافي؟ إذا هنايا راه هي إلا دي سوغ دي تي ديال اش ديال ال في أورو هنا بارابوغ ا إر دو. بالنسبة لإل كونستون بوزيتيف أورو، لاحظ معايا بلي أورو راه هي كاينة في إر دو، راه كتنتمي لإر دو. إذا الديريفي ديالها شحال هو؟ هو زيرو. إذا هنايا هادي الديريفي ديالهم بجوج، هادي كونستون كتخرج، ديريفي أورو هو زيرو. إذا هادي كاملة شحال؟ الديريفي هادي كاملة راه ما هو إلا زيرو. هنا نديرو فيكتور حيت هنا عندنا في دو ام دون ار دو. اذا هنا هادي شحال كتساوي؟ ما هي الا زيرو. حيت علاش؟ حيت اورو كتنتمي لار دو، اذا الديريفي ديالها هو زيرو. ال كونستون، كونستون في زيرو فيكتوريال راه هو زيرو. اذا هادي هي الفيتيس غولاتيف. نشوفو دابا الفيتيس دونترينمون، غادي نشوف غير العلاقه ديالها. بالنسبه للفيتيس دونترينمون، الفيتيس دونترينمون في دو او دون ام اش كتساوي ليا؟ راه ما هي الا الفيكتور دو روتاسيون ديال اش ديال ار دو بارابور ار. هنا فيكتوريال الاصل ديال ار دو هو او ان ام، مزيان. وهنا زائد في الاصل ديال ار دو شنو هو؟ راه هو او دو او ان. وهنا بارابور شنو؟ بارابور ار.
مزيان. اذا دابا بالنسبه لهاد الفيتيس دونترينمون سي الوقت، بالنسبه للفيتيس دونترينمون اش كتساوي ليا؟ الفيتيس دونترينمون ديال ام راه ما هي الا شنو؟ شنو الفيكتور دو روتاسيون دو ار دو بارابور ا ار؟ راه هو في بوين صافي فوا كا. اذا ما هو الا في بوين فوا كا. فيكتوريال هنا او ان ام، بالنسبه لاو ان ام شنو هو؟ ما هو الا ال فاش اورو صافي. وهنا زائد في ديال او ان بارابور ا ار، في او ان بارابور ا ار عطاه لنا في التمرين هو ا تي فوا جي ان. مزيان، اذا بالنسبه للفيتيس دونترينمون ديال البوان ام اش كتساوي ليا؟ هناك عندي هانتي في بوان هي ال، حيت هادو يعني يخرجوا ماشي دي فيكتور يخرجوا كا فيكتوريال اورو. شحال هي عندي انا اورو؟ كيمشي بهذا الترتيب برودوي فيكتوريال اورو كتمشي او في وكتمشي الكا ياك بهذا الترتيب. وكا عاوتاني يعني دابا الا بغيت البرودوي فيكتوريال ديال اش انا باغي ديال كا، لاحظ معايا الترتيب مهم في البرودوي فيكتوريال حيت الا قلبتيهم كتخرج واحد الموان. البرودوي فيكتوريال ديال كا مع اورو ها هي كا معايش مع اورو شنو هي؟ راه ما هي الا اوفي صافي. برودوي فيكتوريال دو كا مع اورو راه ما هي الا اوفي. اذا هذه اوفي مزيان. اذا نجيو نمسحو هادشي. وهنا زائد ا تي حنا قلنا كلشي خصنا نخرجوه بدلاله شنو؟ بدلاله اورو اوفي وكا كتبات بالحمار. اذا هنا هاد جي ا راه كنا لقيناها من قبل شنو هي؟ هي كوسينوس في فوا اوفي زائد سينوس في فوا او. اذا بالنسبه للفيتيس دونترينمون ديال البوان ام ما شنو هي؟ هنا في بوان فوا ال فوا او في زائد هنا النشر ا تي كوسينوس في او في هي ا تي كوسينوس في فوا او في و ا تي سينوس في او اما هي الا ا تي سين ديال في فوا او صافي. مزيان هنا عندي اوفي اوفي عادي نعمل يعني صافي التعميل هنا اش كيتولي لي الفيتيس دونترينمون ديال البوان ام. هنا نعمل باوفي اش غتبقى؟ غتبقى في بوان فوا ال. هنا نعمل باوفي اش غتبقى؟ غتبقى ا تي فوا كوسينوس ديال اش ديال في. هادشي كامل فاش في اوفي زائد هنا بقات ا تي سينوس في ا تي سين ديال في فاش او. اذا بالنسبه للفيتيس دونترينمون خصني نخليها عندي هي الفيتيس غولاتيف وما همايا نرى المساحه عليها كنمسح كل مره كنمسح دابا نخليهم حيت في الاخر يطلب مني شنو الفيتيس ابسولي خصني ضروري نحط ليه الفيتيس ابسولي يعني خصني نخليها دي زيكسبرسيون هما هادو. اذا بالنسبه لهنا في ديال اش الفيتيس دونترينمون الفيتيس دونترينمون ديال بوان ام اش كتساوي ليا؟ راه ما هي الا في بوان فوا ال زائد ا تي كوسينوس في هادشي كامل فاش في اوفي زائد ا تي سين ديال في هادشي كامل فاش في اوغ. مزيان اذا دابا جينا اخر حاجه نجبدوها باش نحطو له ولا صافي سالينا صافي ما نزيدوش هذيك في لاكسيليراسيون كنبغيو لاكسيليراسيون دو كوريوليس. دابا غادي نحط له شنو؟ نحط له الفيتيس ابسولي. شنو هي الفيتيس ابسولي؟ هي الجمع ديالهم بجوج هي الفيتيس غولاتيف زائد الفيتيس دونترينمون صافي. اذا بالنسبه لفي تو ام دون ار ان ولا دون ار عفوا حيت هذه راه الفيتيس ابسولي دروبير ابسولي راه هو ار هنا راه ما هي الا الفيتيس غولاتيف اللي هي في دو ام دون ار دو بلوس الفيتيس دونترينمون اللي هي في دو او دون ام. هذه شحال هي؟ هذه هي زيرو. اذا بالنسبه لهنا فيتيس ابسولي في دو ام دون ار شنو بقات؟ راه هي الفيتيس دونترينمون في دو او ديال ام. يعني بالنسبه للفيتيس ديال الفيتيس ابسولي ديال ام بارابور ار شنو هي الفيتيس دونترينمون؟ راه ما هي الا في بوان فوا ال زائد ا تي كوسينوس في هادشي كامل فاش في اوفي زائد ا تي سينوس في هادشي كامل فاش اورو صافي. اذا هذه هي الفيتيس ابسول. اذا نجيو دابا نشوفو شنو؟ نشوفو الاسئله المواليه اش كتقول لينا. غادي نقلبو
خليك اسيدي في السؤال ثلاثة ديتيرميني ليكسبريسيون دي فيكتور اكسيليراسيون غولاتيف دونترينمون دو كوريوليس وقال لك كوندودويغ لاكسيليراسيون ابسول. اذا نجيو نشوفوا ثلاثة قربنا نساليو بالنسبة للناس اللي جاو ملال، خا ما كاينش اللي يجي الملال ان شاء الله. اذا هنا الفيتيس دونترينمون خصنا نخليوها ما عرفتش علاش ولكن نخليوها نقدروا نحتاجوها. الفيتيس دونترينمون في دو او دو ام شنو كتساوي لينا؟ راه هي هاد في بوان ال زائد اش زائد ا تي كوسينوس في فوا او في لا حول ولا فوا او في. وهنا زائد ا تي سين ديال تفي فوا او ياك هي هادي بالنسبه لاكسيليراسيون دونترينمون. حيت لاكسيليراسيون حيت الفيتيس ابسولي راه هي نفسها الفيتيس دونترينمون حيت الفيتيس غولاتيف هي زيرو. اجيو دابا نشوفو شنو نبداو بالاكسيليراسيون غولاتيف بالنسبه للسؤال 3 لاكسيليراسيون غولاتيف اللي هي لاكسيليراسيون دو ام بارابور ا ار 2 لاكسيليراسيون ديال البوان ام بارابور ا ار 2 شنو هي؟ هي الديريفي ديال الفيتيس ديال البوان ام بارابور ا ار 2 سور دي تي وهنا بارابور ا ار 2. هاد الفيتيس ديال البوان ام بارابور ا ار 2 شنو هي؟ الفيتيس غولاتيف. هاد الفيتيس غولاتيف شحال هي؟ زيرو. الديريفي ديال زيرو فيكتوريال راهو زيرو فيكتوريال صافي. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون غولاتيف شحال هي؟ زيرو. ندوزو دابا شنو قال لك من بعد لاكسيليراسيون دونترينمون. نشوفو لاكسيليراسيون دونترينمون. لاكسيليراسيون دونترينمون شنو هي؟ لاكسيليراسيون دونترينمون ليكسبرسيون ديالها لاكسيليراسيون دونترينمون راه هي لاكسيليراسيون كتبوها ب ا حنا راه هي لاكسيليراسيون ديال اش ديال او ان بارابور شنو ديال او ان بارابور ا ار ماركاز ديال ار دو راه هو او ا هنا زائد ديريفي ديال اش الفيكتور دو روتاسيون ديريفي ديال الفيكتور دو روتاسيون دو ار ان بارابور ا ار هنا فيكتوريال او ان ام زائد الفيكتور دو روتاسيون ديال اش ديال ار ان بارابور ا ار فيكتوريال فتح القوس الفيكتور دو روتاسيون ديال ار ان بارابور ا ار فيكتوريال شنو؟ او ان ام مزيان. اذا نجيو دابا نشوفو كل حاجه كنديرو ليها بالنسبه لاكسيليراسيون دونترينمون شغتساوي ليا بالنسبه لاكسيليراسيون ديال او ان بارابور ا ار شنو هي لاكسيليراسيون ديال او ان بارابور ا ار راه هي الديريفي ديال اش ديال الفيتيس ديال او ان بارابور ا ار سور دي تي وهنا بارابور ا ار زائد شنو هو الديريفي ديال الفيكتور دو روتاسيون؟ الفيكتور دو روتاسيون هو هذا الديريفي ديالها بارابور ا ار. لاحظ معايا بلي ار راه فيه كا يعني كا فيكس بالنسبه ليه. اذا غنديرو الديريفي ديال تفي هنا عندنا في بوان في بوان زيد ندير لها الديريفي هي في دو بوان فاش فوا كا هنا فيكتوريال او ان ام شنو هي او ان ام؟ راه ما هي الا ال فاش اورو. وهنا زائد الفيكتور دو روتاسيون راه ما هو الا في بوان فوا كا فيكتوريال اش فتح القوس الفيكتور دو روتاسيون راه ما هو الا في بوان فوا كا فيكتوريال او ان ام شنو هي او ان ام؟ راه ما هي الا ال فاش او صافي مزيان. اذا بالنسبه لهنا لاكسيليراسيون دونترينمون راه ما هي الا شنو؟ هنا ديريفيت الفيتيس دو او ان بارابور ار سور دي تي بارابور ار. لاحظ معايا بالنسبه للفيتيس دو او ان بارابور ار هذه راه عطاوها لينا في التمرين شنو هي؟ هي ا تي فوا جي ان ا كونستون جي ان بالنسبه للار. لاحظ معايا باللي جي هي جي ان اذا جي ان بالنسبه للار راه فيكس يعني كتخرج يعني غتخرج من لانتيغرال. اذا هنايا تكون عندي ا والجي ان ها هي خرجات حيت جي ان فيكس هي خرجات و ا كونستون بوزيتيف غيبقى لي غير الديريفي ديال تي. شنو هو الديريفي تي؟ واحد مضروبه في واحد هنا زائد. لاحظ معايا هنا غادي نستعمل داك البلان ديال لا حول ولا قوه بالنسبه للبرودوي فيكتوري. البلان ديال البرودوي فيكتوري شنو عندي؟ عندي اورو عندي اوفي وعندي كا. برودوي فيكتوري ماشي في هذا الاتجاه حيت دابا غادي نحتاجو. لاحظ معايا شنو عندي؟ عندي في دو بوان فوا ال غتخرج ها هي زائد في
دوك بوان فوا ال غتبقى لي كا فيكتوريال اورو كا فيكتوريال اورو شنو هي هي اوفي صافي وهنا زائد في بوان ها هي زائد في بوان فوا كا فيكتوريال شنو هذاك الشيء اللي داخل شنو عندي عندي في بوان في ال ها هي في بوان فوا ال هنا بقات لي كا فيكتوريال اورو كا فيكتوريال اورو شنو هي هي اوفي اذا هنا اوفي Ça fait bien. Et dans la dit l'accélération d'entraînement. Et dans les jours de l'accélération d'entraînement, on va faire ce qu'il y a. Je vais mettre l'expression de ce qu'on voit. Et dans l'accélération d'entraînement, l'accélération d'entraînement, qui c'est où il y a? Il y a A dans G1. Mais ça, c'est G1 dans A ou 2. Ce qu'il y a A, ce qu'il y a G1. Alors, il y a cosinus phi ou phi, qui est dans l'ouel, c'est sinus phi. اورو مزيان هنا زائد هنا في دو بوان اورو زائد في دو بوان في ال فاش او في عفوا وهنا زائد لاحظ معايا في بوان فهاد في بوان فوا كا في بوان في بوان هي في بوان او كاري هنا عندي ال هادو خرجوا شنو بقات لي كا فيكتوريال اورو هادي راه اورو ولا اوفي سيمبليتي شنو درنا حنا من قبل درنا كا فيكتوريال اورو كا فيكتوريال اورو هي اوفي اذا هنا تبقى لي كا فيكتوريال اوفي بالنسبه لكا فيكتوريال اوفي ها اوفي هكا شوف عكس الاتجاه كا فيكتوريال اوفي شنو غتكون هي ناقص اورو اذا هنا تخرج هنا هي هنا تخرج واحد الناقص وغتكتب اورو هي ناقص اورو كا فيكتوريال اوفي راه هي ناقص اورو حيت عكس الاتجاه مزيان اذا بالنسبه لهنا غادي نمسحوا هذا الشيء هذا انه ما نكونوا غلطنا في حتى شي لعبه في بوان في بوان في بوان او كاري ال خرجت صافي اذا بالنسبه لهنا شنو بقات لي لاكسيليراسيون دونترينمون راه ما هي الا هنا غادي نشر ا كوسينوس اش كوسينوس في او في زائد ا في سين ديال في اورو وهنا زائد في دو بوان فوا ال فوا او في هنا ناقص في بوان او كاري في ال فوا اورو مزيان هنا غير التعميل وغادي نخرجوا لاكسيليراسيون دونترينمون اذا بالنسبه لاكسيليراسيون دونترينمون شنو هي الاكسيليراسيون دونترينمون هنا عندي اوفي وهنا عندي اوفي نعمل اوفي هنا من عملت اوفي شنو بقات بقات ا كوسينوس في هنا من عملت اوفي بقات في دو بوان فوا ال نضرب هذا الشيء فاش في اوفي عاوتاني نعمل باورو الفوق من عملت باورو شنو بقات بقات ا سين ديال في لتحت من عملت باورو شنو بقات ناقص ال فوا في بوان او كار هادشي كامل فاش او او صافي هادشي او حنا عملنا غير او هادي هي لاكسيليراسيون دونترينمون بقات لينا اخر حاجه اللي هي لاكسيليراسيون دو كوريوليس غادي نخرجوا لاكسيليراسيون دو كوريوليس هنا شنو بقات لي هاد الفيتيس وهادشي عرفت واش مازال غادي نحتاجو في لاكسيليراسيون دو كوريوليس حنا نشوفو بالنسبه لاكسيليراسيون دو كوريوليس ديال البوان ام شنو هي هي جوج الفيكتور دو روتاسيون ديالها ديال ار دو بارابور ا ار فيكتوريال اش فيكتوريال في دو ام بارابور ا ار دو في دو ام بارابور ا ار دو بالنسبه لفي دو ام بارابور ا ار دو ها هي في دو ام بارابور ا ار دو هي الفيتيس غولاتيف شحال خرجت لنا زيرو اذا عندي جوج الفيكتور دو روتاسيون فيكتوريال زيرو شحال هي هي زيرو اذا بالنسبه لاكسيليراسيون دو كوريوليس ديال البوان ام شحال هي راه هي زيرو علاش حيت هذه هي زيرو فيكتوريال وهذه فيكتوريال زيرو راه هي زيرو اذا عندنا لاكسيليراسيون دو كوريوليس عندنا لاكسيليراسيون دو انترينمون عندنا لاكسيليراسيون غولاتيف اذا دابا نقدر نحط ليه شنو نقدر نحط ليه لاكسيليراسيون هنا لاكسيليراسيون غولاتيف حتى هي مكتوبه هنا لاكسيليراسيون
دو ام بارابور ار 2 اللي هي الاكسيلراسيون غولاتيف شحال كتساوي ليا زر باش نمسح هادشي الفوق غنمسح حتى هاد لي فيتيس وهادشي باش نحط ليه الاكسيلراسيون ابسول. اذا هنايا حنا مازالين في اش فاش من سؤال ولا فاش من في 3 صافي في 3 هنا الاكسيلراسيون ديال البوان ام بارابور ا ار يعني الاكسيلراسيون ابسولي شنو هي هي الاكسيلراسيون دونترينمون زائد الاكسيلراسيون ديال ام بارابور ا ار 2 اللي هي الاكسيلراسيون غولاتيف زائد الاكسيلراسيون شنو دو كوريوليس. عندنا الاكسيلراسيون ديال اش غولاتيف كتساوي لينا زيرو والاكسيلراسيون دو كوريوليس حتى هي زيرو. اذا شنو بقات الاكسيلراسيون دو ان بارابور ا ار راه هي الى الاكسيلراسيون دونترينمون. اذا ا l'accélération absolue, mais il y a l'accélération d'entraînement. Et l'accélération delta m par rapport à r, mais il y a l'accélération d'entraînement. Nous, il y a l'accélération d'entraînement, il y a a cosinus delta h delta phi z phi deux points fois هذا الحمد لله اللي تقطع هادشي هنا حيت حتى مشيت نشوف لقيتو تقطع الحمد لله اللي تقطع هنا تتجبد هادشي. دابا بقى لينا نحطو ديك لاكسيليغاسيون ابسولي يعني ا دو ام دون ار بالنسبه لاكسيليغاسيون ابسولي اش كتساوي ليا لاكسيليغاسيون ابسولي راه ما هي الا الجمع ديال لاكسيليغاسيون كوريوليس ديال ام زائد لاكسيليغاسيون دونترينمون ديال ام زائد لاكسيليغاسيون غولاتيف ولا نقولو ا دو ام دون داك الغوبير الثاني الغوبير غولاتيف عندنا دابا في بي ا دو ام دون ار 2 الغوبير غولاتيف عندنا في بي راه هو ار 2. اذا بالنسبه ليا هنا لاحظ معايا بلي لاكسيليغاسيون دو كوريوليس شحال هي زيرو لاكسيليغاسيون غولاتيف شحال هي حتى هي زيرو. اذا لاكسيليغاسيون ابسولي ا دو ام دون ار راه ما هي الا لاكسيليغاسيون دونترينمون وهذا هو ليكسبرسيون ديالها يعني هي ا كوسينوس في زائد في دو بوان ال عامل او في زائد ا سينوس في ناقص ال في بوان او كاري فوا او صافي. اذا هذه هي لاكسيليغاسيون ابسول هذه من خدمنا في بي على ار 2. دابا بقاو لينا اخر اسئله شنو قال لك قال لك بلي ربعة قال لك كومباري يعني قارن ما بين لي زيكسبرسيون دو لا فيتيس ابسولي ما بين ليكسبرسيون دو فيتيس ابسولي لي جبدتي في ا 3 ا 3 لي جبدنا في الاول و بي 2 لي جبدناه دابا في بي يعني دير المقارنه ديالك غتلقاهم نفس الفيتيس يعني نفس ليكسبرسيون غيخرج لك لا في ا ولا في بي حيت التمرين مقسم ل ا و بي. ا درسنا ار بالنسبه ل ار 1 و بي درسنا ار بالنسبه ل ار 2 قال لك كومباري داك لي فيتيس غنديرو الكومباريزو ديال هاد لي فيتيس يعني هنا اش غنقولو داك لي فيتيس راه يخرجو كيما هما ما نقدرش نحطهم لك بجوج هنا يعني ما يبقاوليش حيت هنا ماشي الوراق سبوره كتمسح اصلا لا نزيد نكبر هاد السبوره ولا نشري سبوره كبر يعني هنا اش غادي نقول ليه غنقول ليه بالنسبة لربعة حيت قال كارن بين لي فيتيس غنقول له لي زيكسبرسيون دي فيتيس ابسولي اوبتوني اللي جبناهم اللي جبناهم فين اللي جبناهم بالنسبة ل ا 3 و بي 2 حيت حنا جبناهم من ا 3 و بي 2 صافي اون ا 3 اي بي 2 مالهم هاد لي فيتيس اللي جبدناه لي فيتيس ابسولي جبدنا من ا 3 و بي 2 يعني راهما منطبقتين يعني سون ايدونتيك. هادشي اللي غادي تقول لي بلي داك لي فيتيس اللي جبدناهم بالنسبه ل ا 3 و بي 2 راهما منطبقتين. اجي نشوفو دابا بالنسبه لخمسه شنو قال لي بالنسبه لخمسه قال لنا بلي كومباري لي زيكسبرسيون دو لاكسيليراسيون ابسولي ا دو ام دون ار ديتيرميني دون لي زيكواسيون ا 5 و بي 3 لي جبدناهم دابا يعني جبدنا دابا الا كتبنا لاكسيليراسيون ابسولي من درسناها في دلالات ار 2 وجبدناها من قبل فاش جبدناها في ا 3 يعني جبدناها في بي 3 و ا 5 صافي يعني جبدناها في جوج المرات. اذا غادي نكتبلو نفس الشيء اللي هنا
Ça fait une expression les expressions des accélérations absolues obtenues en une fois je ne sais pas à quoi ça ou peut-être mais le sont identiques. Yani rarement on t'avait pas dit. Je nous viens conclusion quoi qu'on fasse synthèse dire. Adam Colley le calcul de l'accélération et de vitesse indépendant de choix. Ça fait indépendant de choix de référentiel. Rarement tu as le quinze bruitier bien le référentiel les candidats c'est un. يعني اي ريفيرونسيير خسرتو يخرجوا لي نفس ليكسبرسيون ديال الفيتيس ابسولي ونفس ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون ابسولي. اذا كنكونوا سالين هذا الامتحان هذا نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع امتحان اخر بالنسبه للميكانيك دو بوان ماتيريال.